بات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد قريبا جدا من معادلة رقم غريمه اللدود ليونيل ميسي مهاجم برشلونة في عدد مرات الفوز بالكرة الذهبية. وتصب الترشيحات في كفة صاروخ ماديرا، خاصة بعد الأداء التصاعدي الرائع الذي قدمه بوصوله إلى ذروة الإبهار في اللحظات الحاسمة بنهاية الموسم. وبدأ رونالدو الموسم بأداء متوسط وبمعدل تهديفي أقل كثيرا من المعتاد، فأنهى دور المجموعات بدور الأبطال بإحراز هدفين فقط، إلا أن أداءه تصاعد تدريجيا ليسجل 8 أهداف في الأدوار الإقصائية حتى وصول فريقه إلى النهائي أمام يوفنتوس. وحقق الدون أرقاما خيالية في الأمتار الأخيرة من الموسم، فسجل 5 أهداف كاملة في مرمى بايرن ميونخ الألماني في ربع النهائي، منها ثلاثية في مباراة الإياب، ثم واصل الإبهار بثلاثية أخرى أمام أتلتيكو مدريد في نصف النهائي. وعلى مستوى الليغا التي فاز بلقبها ريال مدريد، كان رونالدو في الموعد عند لحظات الحسم، فسجل أمام إشبيليا وسيلتا فيغو بواقع 2 في كل مباراة، وختم موسمه بهدف أمام ملقا في مباراة التتويج باللقب. هذا وأضعف خروج برشلونة من الدور ربع النهائي لدور الأبطال، بالإضافة إلى فقدانه لقب الليغا، فرص ميسي في الحصول على الكرة السادسة، إلا أننا قد نكون أمام حسابات أخرى في حالة خسارة ريال مدريد لقب دوري الأبطال أمام يوفنتوس.